المؤمنين اجي تشوف كلمين يا امير 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 المؤمنين اجي تشوف كلمين المشكل ديالنا هو حنا واحد المجموعه ديال المستفيدين. السلطات المحليه ديال مقاطعه الحي الحسني سابقا في شهر 11 ديال 1996 ريبوني لنا المحلات التجاريه ديالنا في سوق المدمينه، ومن ذاك الوقت وحنا كناضلوا، وملي وصلت 2003 طالبونا باش ناديو واحد 35000 درهم واديناها، والمشروع بدا بحساب خصوصي ومن بعد توقف لاسباب سياسيه لا نعلموها، ومن بعد في 2019 او 2020 خرجت ميزانيه من طرف مجلس المدينه واستبشرنا خير ان المشروع غيخرج للوجود. ومن ذاك الوقت وحنا كنعيشوا في الشارع، يعني ما عندنا لا محلات لا والو، بفراشه، وتوقف عاوتاني المشروع رغم ان واحد 240 محل تفينات وتكملت. وبغينا نعرفوا السبب علاش مجلس مقاطعه الحي الحسني وجماعه الدار البيضاء هذا المشروع هذا ما بغاش يزيد به القدام، ما بغاش يحيدنا من هذا الحاله اللي حنا كنعيشوا فيها اكثر من 25 سنه او 26 سنه، وهذا ظلم. وحنا رعايا صاحب الجلاله، وبغينا حنا ندخلوا للمجتمع كمواطنين عاديين، ماشي مواطنين كنعيشوا على الحافه، لان الناس كتقضي الغرض وحنا كنعيشوا على الحافه او على الرصيف، ما لاقيتش الناس ما توكل لولادها، وكاين اللي مات. وحنا شبنا الوقت اللي استفدت من الحانوت كانت عندي 30 سنه، والان اصبحت عندي 55 سنه، اللهم ان هذا منكر. عاش الملك! عاش الملك! عاش الملك! عاش! جميع المسؤولين جميع المتعاقبين على الحكم في منطقة الحي الحسني عرفوا هذا المشكل من 1997 96 الى يومنا هذا. خمسة الرؤساء اللي دازوا حلوا شويه. المشكل هنا حق هذه هو غيتحل هو غيتحل، وبقينا بحال هكذا. السلطات المحليه تواصلت معنا في الاول، اما الان ما كاين لا تواصل لا والو. وعود جات العمده على عين المكان. احنا المهم احنا وعود كاذبه بهذا الاسلوب هذا، حتى وعود مشناها، لان ما حدي انا ما خديتش محالي وقررت نمشي عند الله، ما عرفتش واش غنموت اليوم ولا غدا، فانا كنهضر بالانفعال، لان الانسان كيضيع في هذا المشروع هذا ضعنا، وهاد الناس خصهم يشوفوا من حال المساكين، يشوفوا من حال الناس اللي كتضيع، لاننا ادينا الواجبات ديالنا، وكاين اللي تسلف هذاك الوقت باش ادى الواجب، وما خداش المحل ديالو، اللهم ان هذا منكر. وهناك شباب كانوا كيقراوا هذاك الوقت، كانوا في التحضيري بهذا الاسلوب، وتخرجوا ولاو في مناصب عليا، ودابا باقي وحنا باقيين ما خديناش هذا المشروع هذا، ولاو هما في مراكز الحكم. ومنهم الناس ديال الجماعه كانوا دراري صغار ودابا ولاو مستشارين. وكاين اللي شفت لانتريت كاع. وجاو خلقوا عندنا مشكل وكبروا وهما دابا كيسيروا دواري بالحكم وحنا باقيين في هذا المشكل. والرسائل اللي كنطلبوا هي ان التواصل مع الجماعه فقط، حنا عندنا علاقه مع الجماعه، هذا الشيء اللي كنقولوا. مقاطعه الحي الحسني هي اللي عندنا بات، كل مره كنمشيو عندهم اليوم غدا بعد غدا بعد غدا ما كاين حتى شي حاجه. اذا ما كايناش اراده سياسيه لحل هذا المشكل. بغينا اراده سياسيه باش يشوفوا من حل هاد المساكين هادو. هاد المشروع 20 عام ما تمش الانجاز ديالو. واش ما تمش الانجاز؟ المشروع 20 عام هادي لا يعقل، لا يعقل. هذا راه ظلم عباد الله، هذا راه ظلم. اللي مات راه مات، واللي مريض راه غادي للروضه. واش هاد الناس ما كملوش المشروع في 20 عام؟ تماطل ديال المجالس. مجلسنا هنا المجلس حسبنا الله ونعم الوكيل. باقيين ما شبعوش، باقيين ما شبعوش. الله يهديهم علينا، الله يهديهم علينا. جلالة الملك ديال الحل، تنطلبهم الله من جلالة الملك ديال الحل. هذا الشيء ظلم، هذا الشيء قارونا هاد الناس. تنطلب الله محمد السادس يدير الحق لهاد المساكين. يا ربي امين. وعاش الملك، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. شحال من عام عاطين فلوسنا هنايا، شحال من عام ديما بالحوان تعطيونا ما عاطيناش. ما عطيتش. شردوا الرجالات، شردوا الارملات، شردوا العيالات، شردوا الرجالات، شردوا اليتامى، وما عطاوناش حقنا. كنطلبوا المسؤولين، طلبوا من سيدنا يعطينا حقنا. الله يرحم الوالدين. عاش الملك، عاش الملك. شكون اللي مستفد؟ شكون ولا راجل؟ انا فين الراجل؟ انا اللي استفدت، انا اللي استفدت. شحال تعب باش محمد باش شي مخلصه؟ شحال من عام باش خلصها؟ 20 عام. بحال بحالهم بحال 2003 2003 اش كيقولوا لهم ملي كتشوفوا؟ ما كيعمر معنا حتى واحد، حتى واحد ما كيعمر معنا. اش كيقولوا؟ فين ما مشي كيتسلم من هاد البيبان. خليهم تم، خليهم تم، خليهم تم. والاتم مشردين الرجالات المواطنين الشارفين بحالي هو ما عطاهم حقهم. هذا راه حشومه وعيب. شكرا.
هذا عيب وهذا عار من عند سيد ربي سبحانه. ما يبغيش الظلم، ما يبغيش الظلم، سيدنا ما يبغيش الظلم، سيدنا ما يبغيش الظلم. لا طمس، لا طمس، لا طمس، ماشي قضية على شحال مخلصين. يا بلوخ يا بلوخ تي الله حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السوق المركب التجاري صبح بؤرة، صبح بؤرة وصبح مقر اسطبل الخيال، داك ترمم المتشردين. ها هو العلم كان كيبين كل شيء، ان هنا بؤرة الارهابيين، بؤرة الفساد. راه هو ديك الكارثة اللي وقعت ديك الخطرة، راه لقى واحد السيد هنايا هو هذاك اللي كان ربما السلطة لقات عليه القبض. ها هما وعدونا ان تبنى 260 حانوت وما شفنا والو من هذا الشيء. كل مرة كيدير بغينا نعرفوا شي واحد يكون خطاب مسؤول ويشوف من هاد الناس. لان 600 عائلة شردات، 600 عائلة شفات بها كلهم، ما عرفناش اش غنديروا. احنا دابا حاليا في الشارع، احنا حاليا حتى واحد كيتهرب، ما بغينا نعرفوا شكون المسؤول على هاد الشيء. الله يجازيكم بخير. كتسيدي هادي من 2003 وحنا مشاركين في هاد السوق ومخارطين فيه، ولكن بدون فائده. كتبداو لي طرافو وكيحبسوهم، كيبداو لي طرافو وكيحبسوهم، تيقول لك الميزانيه ما كايناش، هذه ما كايناش. دابا كاينه 246 حانوت اللي واجده باش يدخلوا الناس ليها ويستافدوا ونحيدوا هذه الوقفات. ما دايرين معنا حل، ما جاوبونا، ما والو. هنا الواجهه هذا المارشي كتبين بان المارشي ما فيهش لي طرافو، المارشي فيه لي طرافو وخدامين فيه، والواجهه مطيحه ليه القيمه ديالو، لان الواجهه راه ستاسيون ديال حشاكم الحمير وديال البغال. دابا الله يخليهم، تمشينا جميع السلطات ما كانش شاور، ودابا بغينا السلطات يشوفوا هاد الوقفات ديالنا ويعطونا حلول يعني سريعه، لان 20 سنه راه ولادنا تزادوا في 2003، راه دابا عندهم 20 عام. الله يخليك، كاينين الارامل، كاينين المحتاجين، كاين المقطعين، كاين اللي هذه، ولكن بدون فائده. الله يجازي السلطات تعطينا حقنا، لان احنا هذه عاطين 3.5 مليون من 2003. عيب نشوف شحال من المحل هنا كيضيع، يعني الدوله راه خاسره في الملايير ديال الفلوس. عيب عيب هذا المشروع يضيع، ما استفدش منه، ما يستفدش منه المواطن. عيب من 2003 وحنا الناس مخلصه وكتسنى اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا نستافدوا من هذا المحل. تشوف شحال من المحل كيضيع، وما كيدير شق، كاين السريه ديال الشط غيطيح. علاش 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 الفلوس تضيع؟ علاش علاش الفلوس؟ واش البلاد محتاج عدد الفلوس بزياده؟ ما يمكنش، حنا بقينا الحال الفلوس تضيع في هذه الحاله هكا.